شوف مزيانه ركز شنو عندك هنا جرامير وشنو عندك هنا اون ديالوغ هادي شنو هي يعني باش انت تجي تقرا فيه انت اليوم ما غادي تخلص ما والو شنو غادي تخلص غير باش غادي تامبريمي غادي نقول لك حتى بشحال غادي تامبريمي وفين غادي تامبريمي والشكل اللي خصك تامبريمي به كيسكيلا الى دي بروبليم اه دي بروبليم افيك لي فام افيك لي فام alors il est amoureux bien amoureux mais peut-être. لقيتها لكم طاحت ولقيناها فرنسي اللي عذباتك محناتك ما عرفتي ما دير معاها اليوم لقيت لك الحل ما تبقاش ان شاء الله مبرزط راسك ولا داك المخ ديالك وصافي غادي تركز معايا وسهل معايا نوريكم شنو لقيت لكم بقى معايا نديرو التقديم ياك ميدامز ميسيو بونجور ا توتز اي توس اي بيانفوني دون سيت نوفيل فيديو دون لاكيل جو بروبوز دو découvrir avec moi un livre très spécial et très utile qui va vous servir dans le processus d'apprentissage de la langue française. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement avec moi. Je vais accueillir. Je vais vous accueillir. C'est tout. C'est le livre que vous allez vous accueillir aujourd'hui, Inch'Allah. C'est une chose Nadia. Chouf mziana, rekaz. Qu'est-ce que tu as là? Grammaire. وشنو عندك هنا اون ديالوغ هادي شنو هي جرامير ديالوغ القواعد غندخلهم في الحوار نورمالمون حنا شنو تيوقع لينا كنبقاو نقراو القواعد ملي كنجيو كنبغيو ندخلوهم في الحوار باش نعرفوش باش نستعمل مشيتي قريتي الكونجيزون قريتي البريزون الفيتور كونديسيون السبجونكتيف ملي تجي تبغي تستعمل شنو غادي ندير واش ندير بريزون السبجونكتيف l'imparfait passé composé لا 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 هادشي ما تمحنش معاه داكشي اللي كتستعمل غادي تطبقو وهذه هي ليتيليتي وهذه هي ليفيكاسيتي يعني الحاجه كنستعمل كناخذها كنمشي كنديرها كنوظفها حيت الحاجه اللي كنتي انت غادي تتعلمها وما تعرفش من توظفها سا سيغ ريان وما كتبقى عندك حتى شي موتيفاسيون مع المده كتعيا وما كتستمرش حنا ما بغيناش هادشي حنا ان شاء الله داكشي اللي غادي ناخذو غادي نستمروا فيه غادي نشدو ونعرف فين نوظفو متفقين يلا هاد الكتاب هذا اللي غادي نوريكم بالنسبه للمبتدئين مبتدئين بمعنى تكون يلاه غادي تبدا ولا تكون مثلا كنتي كتخربق يعني مره كتاخذ من هنا شويه كتمشي لهنا شويه كتمشي من هنا يعني ما عندكش واحد المنهجيه واليوم قررتي انك تعاود من ازيرو انا سيدي بغيت نكون غادي داكشي بواحد الضبط تكون عندي اون ميتريس بغيت ميتريزي لي شوز ديالي ناخذ لي زيليمون دو باز ونتما غادي حتى انت غادي يخدم معاك ان شاء الله دونك راه بوغ لي ديبيتون المبتدئين المحتوى ديالو واعر صراحه واعر بزاف حيت هذا راه بالفلوس نورمالمون يعني الناس باش صايبو راه خسروا يعني استثمروا فيه الوقت ديالهم برامج بشحال هما تيوجدوا لي لي بلون اللي كيديروا باش انهم يحطوا لك بهذا الشكل هذا ها هو الحجم ديالو شحال يعني باش انت تجي تقرا فيه انت اليوم ما غادي تخلص ما والو شنو غادي تخلص غير باش غادي تامبريمي غادي نقول لك حتى بشحال غادي تامبريمي وفين غادي تامبريمي والشكل اللي خصك تامبريمي به بطريقه بطبيعه الحال حيت حنا شنو عندنا حنا عندنا سبيغال وعلاش اختارين هذا السبيغال والوراق عاوتاني ما غاديش تطبع لي باج يعني ما غاديش يدير لك سميتو ورقه ريكتو فيرسو يعني يعمرها لك يعني يطبع لك هنا وفي الظهر ديالها لا غادي يطبع لك غير في جهه واحده والظهر ديالها غادي يبقى خاوي هنا علاش حيت الظهر غادي نكتبوا فيه ان شاء الله حتى هو غادي نستغلو حيت انت هنا فوالا كيف ما كتشوف هنا مثلا فوالا هكا ها سميتو ها الكتابه هنايا يعني شي حاجه اللي غادي تكون كامله مكموله ان شاء الله اللي غادي يبقى عليك انت هو تبع الطريقه اللي غادي نوريك وتمشي معايا حتى الله فاهم الكتاب اللي قلبت عليه في جوجل وسميتو حيت كيتباعوا بالفلوس دونك انت انا نحطك الرابط ديالو لتحت في لا ديسكريبسيون في الوصف غادي تبارك على داك اللي غادي يديك الكتاب يعني الجيماي وغادي تيليشارجي فوالا ها انت تيليشارجيتي ولا عندك على شكل بي دي اف شحال فيه من باج ابوبري 100 فيه شي 130 باج تقريبا الا مشيتي عند مول المكتبه بشحال غادي يطبعوا لك بشحال حيت حتى هو معاه من الاول قول لي خويا ها هو البي دي اف بشحال غادي تطبعوا ليا الا قال لك 50 درهم ولا 60 درهم ولا شي حاجه قول لي غادي نعطيك
35 درهم ولا 40 درهم، حتى هو التوا معاه راه عادي جدا، حتى هما داكشي فيه لا نيغوسياسيون، خصك تفاوض معاه. حيت ملي كيتزاد عندك العدد ديال الصفحات بطبيعه الحال خاص ينقص معاك، يعني الا ما دارش معاك اقل الايمان خاصو يحسب لك الباج ب 4 دريال، 4 دريالات، ولا الا كنتي معلم دير لي غير 3 دريالات ولا 2 دريال باش نقول لك حتى هو راه رابح معاك. دونك انت ما تحشم ما والو باش يطلع لك كتاب رخيص، يقدر يجيك على حسب كل واحد بشحال غادي يجيك، اللي غادي يجي ب 30 درهم، 35، 40، حتى 45، غادي يصايبوا لك بالسبيغال ديالو بكل شيء بحال هكا بهذه الطريقه. ودابا ملي غادي تاخذ هذا الكتاب اجي معايا باش نوريك الطريقه اللي غادي تخدم بها. يلا زيد تبعني. ها انت سيدي طبعتي الكتاب وجبتيه، يلا بسم الله كيفاش غادي نبدا؟ على بركه الله. ملي غادي نفتحو في الباج الاولى تيكون عندك السومير بطبيعه الحال الفارس باش غادي يبدا معاك في الجزء الاول لو شابيتر 1 لو فيرب اتر اي افوار او بريزون دو لانديكاتيف. ها خاصك تعرف تصرف الفعل ديال باش كتبغي تقول شكون انا ولا شنو عندي. لي نفترض لو فيرب اتر غادي تحتاجو باش تقول جو سوي ايوب ناجم، جو سوي ايتوديون، جو سوي اون بيرسون ديناميك، جو سوي. ولا لو فيرب افوار باش كتبغي تقول عندي شي حاجه، جي ان ستيلو، جي ان ليفر، جي ان غاطو مثلا، جي ان تيليفون، كاع داك الحوايج لي زيليمون دو باز العناصر الاساسيه كاينين هنايا عندك، شفتو هادشي كامل غادي تعلمو ان شاء الله. ولكن ما تخافش راه ما تقولش لو فيرب اتر اي افوار ولا مثلا هنايا لو فيرب دي بروميير غروب او بريزون كيفاش دايرين، غادي نبدا يقراني في القواعد، لا ما كاينش هادشي ما كاينش. باش تعرف الطريقه اللي غادي يقريك بها سبيسيال والله العظيم. علاش؟ حيت ملي كيبدا معاك ما غاديش يبدا يقريك. ها انت شوف مثلا غير هنا، ها هو في لاباج الاولى شنو كيبدا معاك؟ كيبدا معاك بان تكس نص. وشنو هو هذا؟ هذا حوار، حوار كتقراه. شنو عندنا باش نتعلم اتر اي افوار ونعرف نطبقهم؟ غادي نقرا هذا النص هذا، يعني فحال اللي كنا كنديرو شحال هادي في الابتدائي، تيكون عندك واحد جوج كتوبه ديال اللوغال بحال داكشي، يعني هذا كامل عباره عن اوغال. وابخي شنو كتلقى ملي غادي تقلب الورقه؟ كتلقى التمارين. ها هو كيوريك هنا داك لو فيرب اتر اي افوار، و تيوريك لا نيغاسيون يعني هي النفي، والتصريف ديال الافعال لو فيرب اتر اي افوار كيفاش تصرفوا في لا فورم العاديه ديالو وفي الشكل باش كتبغي تقول النفي. دونك عاود ما تقول جو سوي، جو نو سوي با. هنا غادي يعطيك تمارين، هادو هما اللي غادي تبقى تخرج نتايا. هادشي كامل غادي فحال هكا. ملي غادي تسالي عاوتاني هنا غادي دوز لو شابيتر 2 غادي تتعلم إليا. اجي نقراو دابا الحوار ديالي. دون زين سيتي اونيفرسيتير، دون زين سيتي اونيفرسيتير، بونجور است كو بينوا اي لا؟ نو اي ني با لا، اي لي ا لانفيرمري جو كخوا. Ah bon, il est malade? Oui, il est malade. Fatigué, déprimé. Qu'est-ce qu'il a? Il a des problèmes? Ah, des problèmes avec les femmes. Avec les femmes? Alors, il est amoureux? Binou amoureux? Peut-être. Ah, ou moi, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. ما كاين حتى شي اشكال، واخا ما تقراش الكلمه كيف ما هي ما كاين حتى شي بروبليم، سير بشويه عليك. غادي تتعلم لا ليكتور القراءه، وهنا غادي يبقاو يجوك تساؤلات. هنا استعمل مثلا بونجور، دونك بونجور راه باينه ما غادي تحتاج انك تشرحها، هي السلام. هنا عندك اسكو بينوا اي لا، غادي تقول شنو هي اسكو بينوا، راه بين اسم اي لا واش كاين هنا. نو il n'est pas là. Il y a l'infirmerie je crois. غادي تعرف هاد لانفيرموري شنو هي انفيرموري، كتمشي تقلب عليها. هادو شنو غادي ندير؟ غادي نجي ونكتبهم سوا هنا في هاد لابارتي اللي هي هاد الوراق البيضين هنا، ولا نجي نكتبهم غير هنا حيت حتى انا عندك ليسباس فهمتي، ولا تقلب مثلا الورقه تجي لهنا. داكشي اللي قلت لك هاد البلاصه خليها خاويه. غادي نجي نكتب ديك الكلمه مثلا انفيرموري، ها هي انفيرموري، نقصنا هنا اي هاك. وي الي مالاد فاتيغي ديبريمي، اللي شفتي هنا مالاد فاتيغي ديبريمي،
هادو كلمات تقريبا تيجي حدا بعضياتهم. ملي كتكون مريض راك كتكون ديجا راك عيان، كتكون ديبريمي مخربق مزلج مريض. نكمل عاود تاني، كيس كيلا شنو عنده؟ الى دي بروبليم، واش عنده مشاكل؟ دي بروبليم افيك لي فام. دونك لي بروبليم راهم المشاكل باينين. لي فام الوغ الي اموغو، اموغو مثلا اموغو تعرفوها هادي بلا ما نحتاج نكتبوها ياك ولا لا؟ زعما ما تعرفوهاش. اجي سيدي دابا نشرحهم. كنمشي ل صغير يكون عندك شي ديكسيونير بالعربيه فرنسيه ولا فرونسي فرونسي على حسب. الا ما قدرتيش فرونسي فرونسي دير غير عربيه فرنسي باش يكون عندك على الاقل بعدا بعض المصطلحات وتحفظهم. لانفيرموري الا كنت تقرا في واحد المدرسه ولا مؤسسه ولا شي حاجه كتكون عندك واحد المكان خاص بالعنايه، فهمتي؟ الا كنت مريض ولا شي حاجه، يعني هو البلاصه اللي كيستقبلوا فيها المرضى. شنو غادي نسميها مثلا انايا؟ غادي نكتب الدارج كاع فين كيستقبلوا، فين كيستقبلوا المرضى ياك. ديبريمي هي مخربق. انوغو لا، هادي دي ما تكتبوهاش، هادي حرام ما ديروا بها. تبعوا لي الامر وانتم اصلا هادي عارفينها، تقدروا هادي ما تعرفوهمش هادي تعرفوها. هنا غادي تلقى القواعد ديال هاد الديالوج اللي قريتي، ها هما كاملين هنايا غادي تقراهم. في كل حاجه وكيشرح ليك بحال لو فيرب اتر كيعطيك هنا في لا فورم العادي ديالو، هنا في لا فورم نيجاتيف. مثلا جو سوي، جو نو سوي با، tu es، tu n'es pas. تقول لي مثلا واش انت كريم؟ نو tu n'es pas كريم، tu n'es pas كريم. tu es كريم؟ نو tu n'es pas كريم. بحال هذا المثال هذا. ملي كتسالي عاوتاني كدوز لهنا، هنا كيكون عندك التمارين ساهلين جدا. هنا قال لك غولفي لي فورم دي فيرب اتر اي دي فيرب افوار دون لي ديالوغ. غادي نمشي لهاد النص ديالي لهنا وغادي نشوف الفعل اتر افوار، غادي تلقاهم هنا بطبيعه الحال بزاف. عندك هنا اي هذا لو فيرب اتر، عندك عاوتاني هنا اي لو فيرب اتر. نمشيو باش ننقزو هنا، عندك افوار، هنا عندك اتر. انت كتعلم بشويه بشويه، انت وليت كتعرف اتر افوار. بحال بغينا نقولو هنا جو سوي، جو سوي شنو هو لو فيرب اتر؟ J'ai, c'est le verbe avoir. Ils ne sont pas, c'est le verbe être. Ils ont, c'est le verbe avoir. On t'a regardé. Donc, on t'a dit que tu as le verbe être et avoir, c'est le verbe au moins. Après, on t'a dit que tu as le verbe. 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 والنص الاول غادي تتعلم فيه الحوار وبعض المصطلحات، وهنايا غادي تجاوب بكل حريه ديالو. فوزيت اتيديون، واش انت طالب؟ غادي تقول لي وي جو سوي ان اتيديون. نو جو نو سوي با ان اتيديون. كيل اي فوتر ناسيوناليتي، شنو الجنسيه ديالك؟ جو سوي ماروكان ولا جو سوي ماروكان، انا مغربي ولا مغربيه. وبقى تهضر عاود عاوتاني تقول لي جو سوي تونيزيان، جو سوي تونيزيان. Je suis algérien, je suis algérienne. Vous avez un vélo? Vous avez un bicala? Non, j'ai pas de vélo. Quel âge avez-vous? Chhal famrak. En général, vous êtes à l'heure. Vous êtes à l'heure. Au moment que tu connais le temps, les questions que tu as avec Anna, que tu réponds à elles avec toute la liberté. L'objectif de ça, c'est de voilà. Qui est celui qui est là? Vous êtes étudiant? Vous êtes étudiant? Oui, je suis étudiant. Je suis un étudiant. Je suis une étudiante. Ou le nom. وانت غادي لي زادفيرب او الثاني يعطيك هنايا الحوار. الحوار تقرا هذا وتقرا هذا. ملي توحل قلب في الديكسيونير الا ما فهمتيش شي كلمه، ملي غادي نقلبو عاوتاني اول حاجه غادي نتعلمو القواعد ديال هنايا اللي متعلقين بهذا الحوار. لون لونت لونتومون، بارفي بارفيت بارفيتمون. كيوريك حتى كيفاش كتصيغ لادفيرب، لادفيرب كيفاش كتصيغو. هادو هاد لادفيرب وسميتو علاش غادي نستعملو هادي، غادي تفهمو. المهم الحوار هنا غادي تلقاه استعملوه في شي بلاصه، غادي تقول او علاش استعملوه بهاد الطريقه، وغادي تبان لك انت بانها راه ميمكنلكش تقول نعوض ما تقول بارفيتمون، ما تجيكش تقول بارفيت ولا بارفي، غتقول ليه فوالا لا ميثود دي بارفيتمون بيور بريس ال في تو لي زيكزارسيس
Parfaitement. Elle m'a dit, je dois. Elle fait tous les exercices parfaits. Elle a dit parfaitement. D'ailleurs, mzien. Tariqa Nadia. Malma. Et ni elle ne fait que ça. Les adverbes, le CML, les home. Elle a dit, je m'en dis, je ne goule parfait. Je ne goule parfaitement. Je m'en dis, je ne goule parfaite. Tu ne dois pas insister. C'est que je t'accorde bzèf. C'est que je t'accorde lourdement. 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 Et là, normalement, il est lourd. هكا بحال شي واحد ثقيل كتبقى تانسيستي بزاف ودير هادي وعندك تنسى هادي عندك تنسى هادي ماك صاحبي ثقيل مالك لور يعني ما غاديش تجي نقول لي tu ne dois pas insister lourd غادي تجي lourdement يعني ما خصكش تبقى تحكر بهذه الطريقه هذه هذا هو الدور ديال لي زادفيرب وقتاش كنستعملوهم هما عاوتاني هنا القواعد كيف ما تشوفهم بولي بوليمون فري فريمون ليبر ليبرومون لو باسي كومبوزي كيعطيك الصورة فين كاينة ان فواياج ها لو تيكس طبيعة الحال تقرا لو تيكس مزيان من بعد غادي يعطيك كيفاش كتكون لو باسي كومبوزي جي فو جو ني با فو tu as vu tu n'as pas vu nous avons vu nous n'avons pas vu كيفاش كتصرف الافعال هنا عندك التمارين كتب جد فعل خدم دير هاد الطرق كنقرا النص ديالي من بعد كنمشي للقواعد كنشوفهم من بعد كنشوف عاوتاني التمارين كنديرهم ومن بعد كندير كنهضر كنجاوب بكل حرية ديالي كيكون عندي اسئله وخاصني نجاوب عليهم والوراق اللي هنا هاد البويض حاول تعمرهم ما تخليهمش خاوي خدم فيهم مزيان هادي فرصه فوالا خذ معاك الكتاب ديالك فين ما مشيتي هز معاك ستيلو وخدم ما تحتاجش وراق بويض ولا شي حاجه كتاب كنقرا فيه وكنجاوب فيه هو نيت غادي تحتاج غير السيلو بقا تهزو معاك دونك نقرا التكست النص اللي عاطيني من بعد نمشي للقواعد القواعد هما اللي عندي في التكست ومن بعد غادي نمشي ندير التمارين نجاوب بالسيلو واخيرا ندوز للحوار لا براتيك البلايص اللي غادي يكون عندي فيهم باش نجاوب بكل حرية ديالي نشوف السؤال ونحاول نجاوب نبقى نهضر نبراتيك شوية الطريقة غادي تعاونكم ان شاء الله مازال غادي نشارك معكم طرق اخرى بدأوا في هذه وكل مره نشارك معكم شي وحده ان شاء الله وغارديو لا موتيفاسيون لا ديسيبلين ما توقفوش اي حاجه كتبغي الصبر الا وقفتي ما درتي والو ما درتي والو